فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأي مطلوب أعظم من الجنة؟ نسأل الله عز وجل أن يبلغنا مرادنا ومقصدنا. فقه المعاملات أيها الإخوة الكرام فقه مهم جدا جدا، كل واحد منكم في هذه القاعة قبل أن يصل هنا حصلت منه معاملة. أنا أتحدى واحد في هذا اليوم يقول لي هذا اليوم لم أدخل في أي عقد من العقود ولا أي معاملة من المعاملات المالية، يرفع يده. أنت شيخ عبيت بنزين، هذا عقد. ها في أحد ما تعامل بعقد اليوم معاملة؟ أنت ما تعاملت بأي معاملة ولا معاملة، أخذت الكتاب، أخذت الكتاب ولا لا؟ عقد. هذا قبول للهبة يا شيخ. Подписывайся на наш канал, делись нашими видео и зарабатывай награду. Джазакум Аллаху хайр.